جزاك الله خير يا شيخ. ما هو حكم من ينكر تلبس الجني؟ ايش؟ ما هو حكم من ينكر تلبس الجني الإنس؟ اي هذا من المعتزلة. المعتزلة يرون أنه لا يمكن أن يتلبس الجني بالإنس، لكن هذا قول يكذبه القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى: في المرابين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وكذلك والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وأتي عليه الصلاة والسلام بمصروع فقرأ عليه وأمر الجن أن يخرج منه. وأما الواقع فهو مشاهد أن الجن يتلبس بالإنس ويؤثر عليه، يمرضه ويخيفه ويزعجه ويقلق فكره حسب تسلط الجن على الإنس. وإنني بهذه المناسبة أود أن يستعمل المسلمون شيئين: الأول الاعتماد على الله عز وجل، وأن يعتقدوا أن توكلهم على الله فوق قوة الجن، وأن الجن أذلة أمام ذكر الله، كما قال تعالى: من شر الوسواس إيش؟ الخناس الذي يخنس عند ذكر الله. هذه واحدة. الشيء الثاني أن يكثروا من الأوراد التي تحميهم وتحفظهم، كقراءة آية الكرسي: فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. أما أن ينخنعوا أمام هذه الوساوس والهواجيس فإن ذلك سيزيد، والشيطان ربما يجس قلب الإنسان فإذا رآه جبانا خوارا تسلط عليه، وإن رآه سوى ذلك أبعد عنه. أليس الشيطان يفرق من عمر بن الخطاب ويخاف؟ وإذا سلك طريقا سلك الشيطان طريقا آخر، لأنهم قوي القلب، قوي القلب. ونحن نعلم أن أبا بكر مثله أو أقوى، ونعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام فوق ذلك. على كل حال، أنا أوصي إخواني بهذين الأمرين: الاعتماد على الله، واعتقاد أن الجن أذلة وأن الإنس أكرم عند الله منهم. وكذلك أيضا استعمال إيش؟ الأوراد الواقية، حصن حصين. أنت لو كنت بخوف ألست تستأجر الحراس عند بيتك وفي ممشاك؟ عجيب، بلى. إذن استعمل الحراسة، الحراسة التي لا طاقة للبشر بها، وهي ذكر الأوراد التي ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.